فينضم إلينا من لندن مراسل إكسترا نيوز عبدو جمال. مساء الخير عبدو، أهلا بك في هذا النقاش. اليوم عيد ميلاد الملكة إليزابيث 94، لكن دون احتفالات. نعم، هذه هي المرة الأولى منذ 68 عاما، هي مدة حكم الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وهي التي أصدر قراراتها بعدم الاحتفال هذا العام نظرا لما تواجهه البلاد وبريطانيا على الأخص من ارتفاع مستمر في حالات الوفيات، وأيضا يعني حتى مواجهة هذا الفيروس. كان زوج الملكة البريطانية الأمير فيليب خرج عن صمته يعني الذي استمر مدة عام، وأصدر بيانا هنأ فيه أو شكر فيه كل العاملين في مجال الرعاية الصحية، وشدد على قدرهم وقال أنه لابد أن ننهض بهذا البلد بكم ومن أجل هذا الشعب البريطاني. هذا ما تم في من قلعة وينسور التي يقيم فيها الأمير فيليب وملكة بريطانيا إليزابيث. في بريطانيا اليوم وصل عدد حالات الوفيات إلى 873 حالة وفاة، وهذا ارتفاع اليوم بخلاف اليومين السابقين. كانت بريطانيا شهدت انخفاضا ملموسا في عدد الوفيات، ولكن واصل الارتفاع اليوم ليصل اجمالي الوفيات في بريطانيا الى 17407 وفيات اليوم. الاصابات وصلت الى 130 الفا. هذا نعم. الارتفاع قد حذر منه خبراء بريطانيون من أن بريطانيا قد تشهد 6 موجات قادمة، وأيضا ستشهد ارتفاع كبير في حالات الوفاة. يأتي نعم. هذا طيب أنا سأعود في ظل لهذه النقطة الانخفاض. المتعلقة بالخشية من العودة لموجات جديدة واستراتيجية لندن في مواجهة الوضع الحالي، لكن أوجه سؤالا أخيرا لخالد شقير مراسلنا من مارسيليا بفرنسا. خالد، هل فرنسا تنضم لقائمة الدول التي تحمل الصين مسؤولية تفشي الفيروس، سواء لأنها فشلت في إدارة الأزمة منذ بدايتها حين بدأ ظهور الوباء لديها، أو سواء بأنها أخفت معلومات عن هذا الوباء؟ وتعلم أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كلتاهما توجه مثل هذه الاتهامات لبكين. فرنسا كالعادة بتحاول في سياساتها مسك العصا من المنتصف، يعني هي وجهت على فكرة يعني استفسارات عن التأخير من قبل منظمة الصحة العالمية وإخفاء الصين بعض من المعلومات عن هذا الوباء. كان يمكن أن يعني يقف هذا العدد الكبير من الإصابات في أوروبا وفي فرنسا على وجه التحديد. هي قامت بنوع من ليس بالاتهام المباشر، ولكن نوع من التعنيف للصين. وأعتقد أن فرنسا هنا ليس موقفها موقفا حازما كموقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا باتهام الصين اتهام مباشر. وهناك نقطة هامة جدا دينا لابد من الإشارة إليها. هذا المختبر الذي أو المعمل الذي هو في ووهان الصينية، كانت هناك بعض من الاتهامات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كان هناك تعاون بين فرنسا والصين في هذا المعمل أو في هذا المختبر. ولهذا أعتقد أن إذا ثبت أن يعني تم تسريب هذا بقصد أو بدون قصد، لن تكن الصين وحدها هي يعني هي المتهمة. للأسف الشديد ستنال من فرنسا ما تناله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأنتم تدركين موقف ترامب من الرئيس ماكرون، بالرغم من تودد الرئيس ماكرون له في السياسة الخارجية، إلا أنه غالبا ما يتهم فرنسا ويتهم ماكرون. وأعتقد أن الأسابيع القادمة ستشهد وستجيب على فعلا هل الصين متورطة أم لا، هل الصين تعمدت إخفاء هذا الأمر أم لا. أما بالنسبة للموقف الفرنسي فهو موقف يعني استفسار أكثر منه إدانة.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا خالد شقير مراسل اكسترا نيوز، كنت معنا من مارسيليا بفرنسا، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، نتمنى لك السلامة وعودة مرة أخرى للندن. ومراسل اكسترا نيوز من هناك عبدو جمال. عبدو، كنت تتحدث عن الأرقام الأخيرة في حصيلة الإصابات والوفيات في بريطانيا، يعني ما هي استراتيجية بريطانيا الآن في المواجهة في الوقت الحالي في ظل هذه الأرقام التي أشرت إليها؟ هي بريطانيا لم تعلن عن أي استراتيجية يعني للنهوض بالبلاد بعد تفشي الوباء، ولكن هو ما أعلنت عنه أو تعلن عنه كل يوم هو أنها تحاول السيطرة على المرض بإجراء الاختبارات اليومية. كان وزير الصحة مات هانكوك قد أعلن أن بريطانيا تسعى إلى إجراء اختبار 100,000 اختبار في اليوم بحلول نهاية هذا الشهر، ولكن حتى الآن بريطانيا لا تجري سوى من 15,000 إلى 20,000 اختبار يوميا، وهذا أقل يعني بكثير مما وعدت به، وهو ما لا يجعلها تسيطر على تفشي الوباء بشكل كبير. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا غضبا كبيرا بين الأطقم الطبية لنقص المعدات الوقائية اللازمة للأطباء والممرضين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. ولكن قبل قليل يعني كانت هناك أخبار أن بريطانيا أرسلت ثلاث طائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني إلى تركيا لشحن بعض المستلزمات، وهو ما كانت وعدت به تركيا قبل أيام، ولكن تأخرت الشحنة، ولكن من الممكن أن تصل بريطانيا اليوم أو غدا. هذه من ناحية. الاستراتيجية التي طلب بها حزب العمال المعارض هنا هو طلب بما هي خطة بريطانيا قبل أو بعد تفشي بعد السيطرة على هذا الوباء، ولكن الحكومة البريطانية لم تعلن عن أي استراتيجية، وقالت أنه من السابق لأوانه الإعلان عن هذه الاستراتيجية في ظل ارتفاع كبير لحالات الوفيات يوميا. طيب، يعني هناك عدة دول بدأت تتخذ إجراءات لتخفيف العزل أو الغلق المفروض على البلاد، حتى من ضمنها الدول الأكثر تضررا في أوروبا كإيطاليا على سبيل المثال، وكنا نتحدث منذ قليل عن ألمانيا، هناك أيضا فرنسا. يعني ما هو موقف بريطانيا من هذا الإجراء تحديدا؟ كيف يفكر أساس البريطانيون فيه؟ إذا سمحت لي دينا هنا خبر عاجل الآن، وهو أن رئيس الوزراء البريطاني سيتحدث بعد قليل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الخبر هو عاجل الآن، وأيضا من المتوقع أن يتحدث بوريس جونسون مع ملكة بريطانيا، وذلك سيكون من مقر إقامته الآن في منطقة تشيكرز الريفية في باكنهامشير. هل من تفاصيل عما سوف تتضمنه هذه الاتصالات؟ نعم، التفاصيل هو أنه من الممكن أن يعني أن يتوجه الرئيس الأمريكي أو يتمنى الشفاء العاجل مثلا لبوريس جونسون، وأيضا من المتوقع أن يسأل بوريس جونسون عن ما وصلت إليه مجموعة دول السبع في السيطرة على هذا الوباء. هذا من الممكن أن يتم أو يعني خلال المحادثة. نعم، أرجع لسؤالك عفوا دينا. نعم، كنت أسأل عن موقف بريطانيا من إجراءات لتخفيف العزل أو الإغلاق كما هو حادث في بعض الدول الأوروبية، كيف يفكر المسؤولون البريطانيون في هذا الأمر؟ في الحقيقة رفض المسؤولون البريطانيون أن يعلقوا على هذا الأمر، ونفوا أي يعني بيانات أو أي دراسات خرجت تدعو الحكومة البريطانية لإعادة الفتح وإعادة فتح المدارس على الأخص، ولكن الحكومة البريطانية رفضت ذلك وقالت أن البلاد من الممكن أن تشهد موجات قادمة وارتفاع كبير في حالات الوفيات، وهو ما لا يمكن أن نضع له وقت معين. يأتي هذا في الوقت أنه إذا لم تتمكن بريطانيا حتى الآن من السيطرة على المرض بإجراء الاختبارات الكافية أو توفير المعدات الوقائية اللازمة للأطباء أو إجراء أو اتخاذ القرارات بشكل مناسب أو في وقتها السليم، فهو بالتالي لا يمكن لبريطانيا أن تعيد فتح المدارس أو الفتح التدريجي حتى. هذا ما يجعل بريطانيا واقفة يعني في مكانها، وذلك في ظل غياب بوريس جونسون. لكن دينا اليوم بدأ البرلمان البريطاني في عودة جلسة التي توقفت منذ 25 من الشهر الماضي لإجازة عيد الفصل.
الجلسات بدأت اليوم ب50 عضوا فقط في البرلمان البريطاني للترتيب لما يسمى بالبرلمان الافتراضي، وهي الجلسات التي ستتم عبر الفيديو كونفرنس، وهذا اليوم فقط للترتيب. ولكن غدا هو سيكون يوم ساخن جدا في بريطانيا، لأنه يوم الأربعاء عامة هو يوم المساءلة لرئيس الوزراء البريطاني. ولكن في ظل غياب بوريس جونسون، سيقف وزير الخارجية المفوض من رئيس الحكومة بتسيير مهام البلاد، سيقف في البرلمان البريطاني وسيتلقى العديد من أسئلة حزب العمال المعارض هنا في بريطانيا حول، يعني سيتضمن الأسئلة من المتوقع عن لماذا تأخرت الحكومة البريطانية في أو تباطأت في مواجهة هذا الفيروس، ولماذا هناك نقص كبير في المعدات، وأيضا لماذا لا تسرع بريطانيا في السيطرة على هذا الوباء. هذا ما سيتلقاه دومينيك راب وزير الخارجية المفوض من المعارضة غدا. نعم. نعم، الجلسات سيحضرها فقط 50 عضو مع الحفاظ على عملية التباعد الاجتماعي، وسيشارك 120 آخرون عبر الفيديو كونفرنس. أيضا بدأت اليوم بجولة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي يعني تناقش بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها من الاتحاد في نهاية هذا العام. هذا هي آخر المستجدات الآن في بريطانيا. نعم. ممتاز جدا، بشكرك شكرا جزيلا مراسل اكسترا نيوز من لندن عبدو جمال، نتمنى لك السلامة والصحة، شكرا جزيلا لك.